أنا عايز بس أضيف كده ملحوظة صغيرة بالنسبة لخدمة المقطم. في خدمة المقطم فيها أباء كهنة مباركين وخدمتهم حلوة، وشعبها شعب المقطم شعب مبارك، وبنتذكر بالخير أبونا سمعان اللي ابتدى الخدمة دي يمكن من 50 سنة، ومع أباء كتير وأباء حلوين وبيخدموا ومحافظين على كنيستهم القبطية الأرثوذكسية. وعايزك تعرف حاجة مهمة، إن في عندنا أباء أسقفة ومطرنا لإبرشيات زي نيافت أنبا دانيال أو نيافت أنبا مرقس، ده مطران إبرشية. إبرشية يعني لا حدود جغرافية. وفي أباء أسقفة بنسميه أبونا الأسقف العام. الأسقف العام ده مساعد للبابا. يعني إيه مساعد للبابا؟ البابا إبرشيته كبيرة، هي القاهرة والأسكندرية جوه مصر، وفي أجزاء تانية بره مصر. فالإبرشية الكبيرة القاهرة دي كلها والأسكندرية كلها لازم يبقى ناس تساعده. فعندنا في الأسكندرية 3 أباء أسقفة مباركين بيخدموا، وعندنا في القاهرة عدد من الأسقفة ما بين 10 و12 أب أسقف كلهم مساعدين للبابا. ويوم ما بنرسم الأسقف العام، الأسقف العام لا يحتاج إلى تزكية شعب، يكفيه تزكية البابا فقط. والأسقف العام يتغير مكانه من خدمة لخدمة ويتنقل ويروح الدير، يعني العمل واسع قدامه خالص. بالنسبة للمقطم الأنبا أبانوب كان بيخدم مرسوم هناك بقاله حوالي 10 سنين، 10 سنين وشوية. وخلال 10 سنين ظهرت بعض ضعفات وخلافات بينه وبين أباء كهنة. قعدت وياه كتير ونصحت كتير واتكلمت كتير وعملنا لجان عشان تساعد في العمل هناك، لكن الحقيقة لم تكن استجابة 100%. واللجان اللي اتعملت وما زال لغاية النهاردة في لجان بتشتغل هناك. وبعدين مؤخرا ظهرت شوية ضعفات وتجاوزات، طبعا مش من المناسب ان انا اقول ايه هي بالضبط. فتم تحقيق وياه، في نهاية التحقيق هو قدم استقالة، لا إجبار ولا ضغط ولا أي حاجة. ليه؟ قال أنا بفضل عيشة المغارة وعيشة الرهبنة والوحدة في الدير. فقدم استقالة مكتوبة بخط إيديه، وكتب هو بخط إيديه كده بسبب ظروفي الصحية، وقدم الاستقالة وطلب اختار ان يعود الى ديره دون اجبار من احد. ما حدش اجبره خالص. والاستقاله ده هي تحت الدراسه، والاستقاله دي لازم هقابل الاباء الكهنه في المقطم، اقعد وياهم واشوف الموضوع ايه. وبكل يقين نحن نعمل من اجل صالح الشعب، من أجل صالح الخدمة بكل يقين. والعمل اللي بنعمله ده بنعمله أولا أمام الله، وبنعمله بضمير خالص. وطبعا المواقع السوشيال ميديا اتملت حكايات وروايات وأكاذيب لا تنتهي. يعني مثلا قالوا كذوبة ان في اجبار، ما حصلش اجبار. كذوبة تانية قالوا اصل هيترسم 5 كهنة ميولهم غير ارثوذكسية، لا جبنا سيرة كهنة ولا رسامات ولا اي حاجة. كذوبة تالتة اتقال ان في ترتيبات ليوم صلاة عالمي هيتعمل هناك في المقطم، لا في ترتيبات ولا اتكلمنا ولا يتعمل حاجة خالص. صفحات الإثارة أو الصفحات السوداوية أرجوكم انتبهوا لها. الهدف منها إنها تقسم. خد بالك وخليك ناصح،
اوعى تنقل الإشاعة اللي بتتقال والأكذوبة اللي بتتقال والفكر الفاسد اللي بيتقال، اوعى. الكنيسة صاحبها المسيح، واحنا كلنا خدام في ايد المسيح، وما يحكمنا هو الأمانة، أمانة العمل خالص. وخد بالك يوم ما ترسم الأسقف العام ما كانش فيه تزكية لا من شعب ولا من غير شعب، ده مجرد اخترناه علشان يقوم بدوره، والدور ده هو اتحصل فيه بعض الضعفات وبس، ادي كل الحكاية. علشان كده أرجوكم لا تستمعوا إلى أي أصوات بتنادي بأي شيء، وأرجوكم أنكم تنتبهوا تماما للعمل، وإوعى تكون أنت بتنشر الأخبار دهية وتعمل لها لايك وتعمل لها شير وتعمل لها فولو والحاجات دي كلها، خد بالك. وإوعى تستمع إلى أكاذيب الكنيسة بخير وعمل ربنا ماشي والخدام الأمناء كتير والإنسان مننا محتاج منه الحكمة والروية والتعقل والهدوء وكل الأمور تتم بسلام وبخير خالص. وأي إنسان له حاجة له طلب مش مكانها السوشيال ميديا، مكانها إنه أبوابنا مفتوحة، كل الأباء أبوابه مفتوحة، أنا بابي مفتوح، اللي عايز يجي يتكلم، اللي عايز يعرض حاجة، اللي عايز يعرض رؤية. لكن أسلوب الإثارة وأسلوب الفوضى وأسلوب التصرف برعونة، انتبه واحرص وخد بالك لألا تكون بتصنع خطية ونتيجتها تيجي عليك وعلى بيتك وعلى عملك وعلى شغلك وعلى حياتك كلها. أرجوكم ودايما كل أمورنا حتى في الضيقات اللي بنواجهها إن احنا نرفع قلبنا لربنا ونقول له يا رب أذكر عملك واحرسه وبارك فيه وكون معانا فيه، واحفظ كنيستك دايما واحفظ أرضنا واحفظ سلامة حياتنا كلها.